نادورسيتي.com. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، الكلام خشيعة الروافض كلام مؤلم للقلب. لما الكلام خشيعة كلام مؤلم؟ لأن نسيو الخيش الفرقة ثاف عراية الإسلام محسوبة الإسلام، انت تهدم ذي الإسلام زي الصبح الرفجار. فلذلك ذي البداية تحذر الزيس أيتمثنغ داخل الوطن وخارجه. الشيعة فرق كثيرة، الشيعة مدارس كثيرة. تصن يوذن تغير اسم الشيعة ذيش الفرقة؟ لا، الشيعة يوذن ديسي يتعمق شوي، فرق كثيرة. ذيني فرقة الزيدية وذا سيقيم الوجود الخو إلا ذي اليمن، اليمن وذيني جاء أقرب إلى أهل السنة الزيدية نسبة إلى زيد بن علي. ما يمير إنا غاصن بلي علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، أنت مفضل أبو بكر وعمر، ما مش قاني النظني، ولكن واتسبين بو الصحابة واسكفاران بو الصحابة. الزيدية الوجود مثل اليمن أقرب الفرق الشيعة إلينا إلى أهل السنة والجماعة. غيرهم إنا مرة حارف ذني ما يسمى بالإمامية، خاسين بثق ذي الوجود النغ ما يسمى بالإثنى عشرية. وذينا غالبية الشيعة في زماننا ذينا الإمامية الإثنى عشرية. ذيني العلويون الشيعة، ذيني الإسماعيلية، ذيني الدروز ذي لبنان، ذني تقليل خاسي تسران الحشاشون، فرقة زي الفرق الشيعة يعني انتشا معروفة. ولكن خو قارس ويقين ضجهم غار ما يسمى بالإمامية الإثنى عشرية. من قاينة محسوبين في الإسلام التصن العلماء صفغون تنزيل الإسلام، من مزيس نتحذى للونها لأن خميد نتاس أمغى أن أعظم الكتب أن سن من عنانينا يتبين رغض الخيط الأبيض من الأسود. خميغا نخضع عقيدة الشيعة ذي القرآن يتبدين غشوث فرقة قارش نشين ديم سرمن انت تقارش القرآن نغاوم كنيو قرآن محرف مزور يراديس أبو بكر وعمر أمستر مديني وراء مستحيل. يقول المجلس، يقول الكوليني في كتابه الكافي والكافي غالشيعة مشنو البخاري غالغنشين غأهل السنة والجماعة من إقا إقارش دين تواتر أي دين اليقين باللي القرآن نغاسم غأهل السنة محرف وينسب قجنا الرواية جعفر الصادق وجعفر صحابي جليل بريء الزيس ينسب إلى جعفر في رواية الكلام زعم جعفر قا عندنا مصحف فاطمة وما يدريهم أهل السنة ما مصحف فاطمة مصحف في مصحف فيه ثلاث مرات من قرآنكم بمعنى القرآن نغارغنشين نهني غاصم القرآن نظني مصحف فاطمة
هذيك ثلاثة يمون زي القرآن نغامر شو مسلم يقان شنا مسلم مديني وراء ويقى ووالله المصحف غي قنتر هذي القرآن ما فيه حرف واحد من قرآنكم تصوروا باش نينيين ينباها إن خدعا اتضر الشيعة ثويثا أدرج عن إخفنسن خاصة ذي ثمثن غنشين ذي ثموثة يعني الدول العربية جميعا غاصن المجلس ذي بحار الأنوار يقارش وغنغبو الشك أن القرآن غاصن أهل السنة محرف يقال خميني ونفجر الثورة الصفوية الفرص لإيران نخاد عندي شحال مصر من الجماعات الإسلامية يقارش وكان عليهم أي الأمر سهلا ويخي السوار الصحابة أن يحرفوا الكتاب السماوي النور الطبريسي من يقول إنش حرف الصحابة القرآن وحرفوا وأسقطوا آية الولاية من سورة الشرح ألم نشرح لك صدرك إمام شتوغات إن شقت ذي الصورة ألم نشرح لك صدرك أرغي ورفعنا لك ذكرك بعلي صهرك قد ذي القرآن قي كسيت أبو بكر عمر لأن الآية قاخمي غي توفى النبي قد علي غي ذورا أعوذ بالله أبو بكر عمر إذكثمر بذي القرآن ويبشاره النبي صلى الله عليه وسلم الجنة هذه راندي القرآن أهلي الجنبي هذه راندي القرآن ودي نزرهني في حصيدة رب العالمين قذيس ورفعنا لك ذكرك بعلي صهرك ذي البقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة سوارخ البقرة في السبان وإسرائيل معروفة ذي كتب تفسير من قام في الشيعة البقرة عائشة أربي تماركني وتغاصم عائشة زوجة النبي إذن ذي القرآن العقيدة سن أن القرآن نغمشي القرآن سن أميقى نعمة الله الجزائري إن شوان تجتمع أك أهل السنة أربي نغوجد أربي سن نبي نغوجد نبي سن قرآن نغوجد قرآن سن يا عباد الله هنا يسويون تقريب ذوينتين نقارسن أي تقريب إيش نقرا شاربي مش واجبو ضاربينو النبي مش واجبو النبينو القرآن مش مصور محرف القرآن نغذي الثلاثة يموان زي القرآن وم والله ما ذي صرحة زي القرآن وم ما مش غير كنا تمون ذكينا ما مش غير كنا تقيم ذكينا كيف يعقل ديرين الحسوبين خل الإسلام ما ننسل حتى ذي الجرائم التقمهارة رخو ذي سوريا يالا مش غير تمون ذكينا ما نروح على العقيدة بسبب الوقت وزمان فصل العقيدة ذي القرآن توارد عقيدتهم ذي الإمامة قانا شو نغيت ولا الحاكم مستر من أواني النبي ودي تشابه بكر يوشاع يغتصب خائن الأمة عمر يوشاع خون يغتصب الحق عالي ماذا إنش قاقين تني مستر من الشورى إنش لا الإمامة ونغيت ولا الإمام اختذير ذي الوصية زي النبي أذنيري النص ذي القرآن رمي وفي نواله ذا التوين زرع قر ورفعنا لك ذكرك بعلي صهرك يقار شيخ الآية ولكنك ست عمر أعوذ بالله خلها الإمامة وغاصن الإمام غيذورا يعلم الغيب يعلم ما كان وما يكون وما لم يكون لو كان كيف كان يكون إذا الإمام شنو هو غدا المواصفات وضع ربي لأن النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء وتغاب السنن ما كان وما يكون وما لم يكن غاصني هنا الإمام أنت ما رخص ذي وثونزا ما رخص ذي روجج ما رخص هو وجب الإمام وضع ربي العقيدة نسند القرآن تسريم العقيدة نسند الإمام تسريم العقيدة نسند الصحابة روروف قارش مرة كفاروا ارتدوا بعد موت النبي مرة الصحابة كفان إلا ثلاثة سلمان ذي المقداد
أبو ذر الغفاري الله أكبر رورو فيك سيد السوغن الدين إذكثنا ربي النبي مرة كفرواني النبي ويقيم دم السرم إلا الخميني الحسن نصر الله تذوين يا سبحان الله. العقيدة نسن عقيدة فارصة عقيدة باطلة العياذ بالله. خميني بعض الإخوان مثلا مغرورين يعني مش مغرورين مقصودين غرر بهم أقين كين غدي ناخذ غي خنترو لي النهار إيوينتن مين تنتن إيوين إيوينتن جوهرنتن واسينن باللي زي العقيدة سنغاسن قليلي سنن ما يسمى بالبداء عما سوى تسرين إيوذان دا ما معنى البداء أرض درجية أربي يقار حاجث نغي تشرع الحاجث ويسينشا من غيرين دي المستقبل ومن بعد يتبانى يزدي يا ربي شن حاجة النغني يدكور قوار إقامة إقاشة النغني. فلذلك البداء يكون الأمر خافيا خصيد ربي خميد الصغير ظهار إقاشة النغني وهذا الكفر غاصن الرجعة أي رجعة الموتى المهدي هذه مهدي سن إمام الثاني عشر أدي دادي آخر الزمان ما يمي أدي اليهود والنصارى لا أدي الصوف أبو بكر عمر عائشة حفصة قندر أثني شدغاس الشجرة أثني الجلد إلا دي مصر من إلا كيسنمون وخيرا خشباب النغلي الأساس ما يمي نشحن أخون 8 بترول توزع الكتب تنظم الرحلات الى طهران قليل السمنية مجانا باطر زي استاذ ايران تشجع انت ناظر مغان دي الحسينيات ثم تشنس نفخم الفنادق الاقامة تتنسن وإلا ما نزدق دي وضم سينتا تعوذنا يجي تنعرف يعمى دي بوفارقوش دوين مظاهرة غير العياذ بالله الاخوان دي يتسران دي اللحظة يا عبر الاخوان ناظر سيدي ان شاء الله نبدل مسؤولية الدولة كذلك قد سنين من عنان والحمد لله يعني الدولة تزرخ السفير رمي تمنع يعني تقل مسائل خارج خنطاق من السفارة ربع هذا شيني ألا ألا ما يهون الشباب غارا أو غارا رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي غفر الله لنا ولا غارنت نتخذ عنت واخد عني حنجان 2 فرنك واخد عني حنجان يغرى ألف والباء أتو هذي صغيوك الشيعة يستوى لنا يستوى الخسن تصدر بعضي يتقارش تقوث عز الخانق توغى ما يمهني ما يمي قديم سر من قام الله لا إله إلا الله أورثني المقاومة قاني هني واسين بولي وغاصن وما يسمى بالمقاومة الإسلامية قال هنا حزب طائفي إذا كان يكفي نختم سوا ورا رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اشتفهم قران الحياة القرضاوي مرة يدفع خسن يسغيو خسن آخر من إنا سقموا من الناس قوارفين وفرطاش قيش المؤتمر ذا قران ذي العاصمة تركيا إسطنبول إنا المعنى موار خذ عناي كنت مخدوعا شحاي منغ شحاي خيق شحاي غضب شحاي سنجمع التمنية شحاي خدم العمر النص هذه قاربها من كنت أدافع عن حزب الله فتبين لي من خلال المجزرة يتقدي سوريا أنه حزب الشيطان إن أنت كنت أدافع عن حسن نصر الله إن اشتبينني نصر الشيطان والطاغوت ماشي نصر الله مغا أكميني تق فلذلك ما رخذ عن الجندي الوزن من القرضاوي ما مش غيق واخد عن الصحفي إن انتنين فرانك إن تسرى ذي مصر دفع عن قسم ذي البحرين ذي السعودية ذوي إن سقموا مثل القرضاوي خذ عناي ويعني روح غادي يصربوا قاو إن اشتوى العلماء السعودية أنضجوا مني وأعرفوا مني ذي الحقيقة إننا إن مدارس كثيرة فرق كثيرة وجيبوا المذهب نشيل المذهب بالغان الدين غاصن دين
وحرس دين سن ويقارت نعمة الله الجزائري ذا سنقاي الأتباع سن إني غارني خيرا يقارش آر بن نغواتجي دار بن سن القرآن نغواتجي القرآن سن النبي نغواتجي النبي سن مين دي غينين إذن لابد نس الحقيقة نينا لابد نس الحذر وتمني الإخوان دي الموقع وتمني غيرهم وتمني الخطبة وتمني في كل مكان أذير حديث الساعة خروافض ذين عبد الله بن المبارك ذين ابن تيمية هم شر أو أشر من اليهود والنصارى. والسلام عليكم ورحمة الله. إيش الكتاب نصحو زيس الإخواني نوما الخسن بروفين وين تنشق غاري زي الثمانينات أقش قناه وجاء دور المجوس يستور مليح يبين عقيده الشيعه تكمل وخاصه ما يسمى بالخميني من ديو الخميني شيء ود نتاع غير اللي جنتوا واضيني الخميني بين التطرف والاعتدال ونخسن اللي ظهر المذهب نسنيشن للقران الكريم من قارن للسنه من قارن للصحابه من قارن للعقيده من قارن للائمه من قارن حتى انه الميت صواش كل ميت يقرا شخص يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ثم الائمه السنين الأئمة استلقنا الأئمة نسين شين كده وانا خدي ودي ديننا فكني ويحفظ رب العالمين شكاكني وطاز جزاكم الله خيرا خل بحتوني تيث قيم خسيد سيرايا إن شاء الله غيرين دي المستقبل ما حند أتحاورم الله جزاكم بخيرة السيوظم الخارة واني تغيم سرمن لعل إن شاء الله سيد رب العالمين هذه كس تشيع واني تذم ذهب واني تا أسأل الله تعالى يوفقنا للخير وأن يعيننا عليه وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أول شرف لنا أن ننتمي إلى مدرسة محمد إذن الشرف قرآن الشين أليه يعني ننتمي إلى السنة والجماعة. أما يعني الشر نيودانا فاز الله عز وجل أخاف نخذيشتي أخاف نجد ربي الدولة لأن نتفيس نغاي زمان أما الشين واسن زمان إن السمن سنيبان وجوي ضمان هانيذا العراق وأفغانستان سوريا شنوي وذانا والله الذي لا إله غيره ونش مسؤول أمام الله من قا إلي وذنا يجن خدينا التص التص الهدف نسن الوحيد غاس نجن البرنامج قت يعني قت هد تقوض نغاس شوي شوي الهدف نسن هو أبحار من السنة أذشتن أضغاسني أهل السنة والجماعة من ذن من زرا فيديو ثقين موجودين الذن طفل صغير قناص عمر نخ طفلة صغيرة قناص عائشة غارس الناس من يوذانا وذين جين دقة أي فلسطينيين والله ما غاسني وذين يتحنجات غاس ثلاث سنين ذي غان غيجن الفيديو يعني نيجن الأخ غاس ميس قناة عمر غاس ثلاث سنين إننا ستسبد أمنا عائشة رضي الله عنها يبار إتي الله عز وجل زي فوق سبع سماوات إننا ستسبد يوغين غاتيسم من الطفن طفن أساحن جاني مزيان جينت دي السين يتباستي لي قصن خسر بصر سيثن تكفار ران السوف غنتي دنا نسيم يباب ساقش عمانش. إذن يا إخوة إخسادنا على الثربال أنا حظات إخسان سنت القنوات النغ غاسن 65 قناة قائن الشان ذي التشيع غاسن 12 القنوات الرسوم المتحركة حنجاني مزيانا سذف ذيسن يعني التشيع إذن أدنار الخبار الأدنار يعني أنا حظا فوالنغ أنا حظات القنوات النغ خصوصا قبل نيجي غاسن المسلسل موسى عليه السلام شو هنت سيثن ديس مسائل اللي لا علاقة لها سدين أدنى الرخباري السمة قسمة كتاس قلني موذي. إذن أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.